بحكم عمله الطويل مع الأيتام والعمل الخيري العظيم هذا، لا شك لها انعكاسات عليك أو على من حولك أو في قصص الحقيقة، يعني بركة الرعاية هذه هل وجدتوها؟ أو فعلا البركة أحيانا تكون ما تحس بها ولا تشعر بها، لكن لما يصير عندك مواقف أو يصير في عندك أشياء تقول فعلا أنا قاعد أعيش بركة الأيتام. في موقف أحد الشباب كان حديث عاد بتوضي تقريبا له سنة وشوي، وكان يعمل مباشرة مع الأيتام في النادي، جاء لهم قال أبو أديب أعطن بعض النصائح وبعض الإرشادات بما أن تعامل مع الأيتام بشكل مباشر، كيف استشعر وكيف زي كذا. أنا أحيانا على المستوى الصعيد الشخصي صراحة أحيانا نزور الأيتام في الجمعية كعمل ولا كتحفيز لهم وزي كذا، شلون أحيانا نقول للإنسان سبحان الله أحيانا ما يقسى قلبه لكن نقول يسهى مع مشاغل الحياة والأمور واللي عنده ولا بيت وزي كذا، فأحيانا تلقاه حتى استشعاره مع اليتيم يكون يضعف ويقل. فقلت له نصيحة أخوي، قلت أنا إذا دخلت النادي وشفت الطلاب يلعبون، طبعا الطلاب والنادي يستهدف من رابع ابتدائي إلى السنة التحضيرية، فمقسمين على أيام ولهم برامجهم ولهم أنشطتهم كل على تخصصه. فقلت إذا دخلت أحيانا استشعر، أنا ولدي يديب الله يخلينا عيالنا كلنا عمره 6 سنوات، فلما أشوف الطلاب يلعبون أقول عشان أدب نفسي مع الأيتام وتعامل معهم وأقدم لهم فعلا أفضل ما أقدم لولدي، أقول تخيل لو أديب يلعب بينهم أنه يتيم أديب بينهم أنا شو بسوي؟ هل إحنا قادرين نعطيه فعلا الأيتام هذا نشتغل معهم صح ونحتفي بهم وندربهم ونعلمهم مثل ما أدرب أخوي ولا ولدي؟ فأحيانا في بعض الموظفين تلقاهم مو متزوج أساسا لكن استشعر أنه أخوك، استشعر أنه ابنك، كادني يبكي عندي صراحة، لكن الحمد لله بعده يقول والله لقيت بالذهن السالفة هذه. فكل ما أدخل النادي أقول لو أخوي معهم ولا والد عمي ولا ولدي ولا فيقول صار في عندي، صرت أضغط على قلبي يعني الناس. فالبركة فعلا موجودة، مواقف كثيرة صارت أنا أذكرها سياق الحديث ممكن بعدين، لكن على المستوى 10 سنوات ولله الحمد والله ما في ضائقة إلا تنفق بعد الله سبحانه وتعالى، ونشوف أثر على عيالنا وأثر على حتى من حولنا. فأنا أقول إن البركة بركة الأيتام سبحان الله شيء عجيب، شيء عجيب. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.